قال المتحدث باسم كوفي عنان المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أحمد فوزي أن مجلس الأمن سيناقش اليوم قرارا يجيز إرسال فريق من المراقبين الدوليين إلى سوريا. القرار في الوقت المناسب والوقت المحدد له، لأن الاتفاقية ذات الست نقاط حددت أنه لما يكون في وقف لإطلاق النار ووقف لجميع أنواع العنف يجب انتشار قوة للمراقبة فورا، وهذه بداية القوة فقط، أي كما نقول البعثة الرايحة من المراقبين من حوالي 20-25 فرد هيبدأوا في تنفيذ عمليات مراقبة تنفيذ الخطة ذات الست نقاط، منها طبعا وقف أعمال العنف. الفريق هيقوم بالانتشار في المدن التي كانت فيها القتال وأعمال العنف، وسوف تراقب بالمراقبة بالحديث مع الأفراد مع المواطنين السوريين، بالزيارات إلى المناطق التي فيها أو كان فيها توتر وقتال، والتأكد من أن الجانبين يقومون بتنفيذ الاتفاق. الهدوء النسبي في الأوضاع في سوريا لم يكن مطمئنا لدى الأوساط الدولية، ما زال هناك شيء من التوتر في بعض المدن، ولكن الجو نسبيا هادئ عما كان أول أمس، ونحن نأمل أن يستمر هذا الهدوء لكي نستطيع أن نبدأ في العملية السياسية. وقف إطلاق النار الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالهش اعتبره المتحدث باسم كوفي عنان بأنه غير مكتمل. وقف إطلاق النار حتى الآن لم يكتمل 100%، وإنما هناك بعض الثغرات، ونحن نأمل في الأيام القليلة القادمة أن جميع الأطراف تحترم هذا الاتفاق لوقف جميع أنواع العنف من شتى الأطراف. من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في لقاء صحفي بجنيف أن الوقت يعد حاسما لوقف عمليات العنف في سوريا ولتهيئة المناخ لحل سياسي يتناسب والتطلعات الديمقراطية للشعب السوري. I call on the government of Syria to fully implement its commitment under the 6-point plan. أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحكومة السورية لمعرفة مدى مصداقيتها في تنفيذ اتفاقية كوفي عنان. طه يوسف حسن، تلفزيون دولة الكويت، جنيف.